كان عمر موهبه في سبيل الله. السلام عليكم. يا لالا عمري مربو في سبيل الله. السلام عليكم. فيديو جديد طنارة قشعب. مرحبا بأصدقاء طنارة. كتارو 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 يكون خير إن شاء الله. باش ديما نحضروا لكم فيديوهات اكثر ونزيدوا لقدام جميع. اليوم بنبدا لكم كاين عندي خبيرات بانوا ليا متنوعين. شي حوايج شفتهم زعما شفتهم دازا عرفتهم شي حوايج ما عرفتهمش. هنا نبدا لكم بواحد الخبيره اللي تهضر اليوم بالضبط بزاف اللي هي على البيرمي. على داك الحماق اللي واقع في البيرمي في الامتحان ديال البيرمي في المغرب كامل. كما تشوفوا شي اسئله قال لك تطرحوا شي اسئله تطرحوا خياليه ما يمكنش كاع. والناس بزاف سقطوا في البيرمي ما عادش اشاد سيستيم جديد جا في شكل بحال هنا. قال لك اسئله في الكود قال لك بحال هذه يمكن للوقوف على اليمين في الايام الزوجيه ولا الايام الفرضيه. وقف على اليمين كيفاش الف في الايام الزوجيه يا مثلا مدوز البيرمي انا في 2000 هادي هادشي ما عندو حتى علاقة. ب في الأيام الفردية. الإجابة الصحيحة هي ب. تمنع هذه العلامة الوقوف من جهتها في الأيام الزوجية. يمكنني إذن الوقوف على اليمين في الأيام الفردية. والله إلا 24 عام وأنا تنسوق مع عمر هاد البلاكة ما عرفتهاش شناهي. من الاخر نقول لك واش كاين هاد البلاكه ما عمري ما عرفتها شنو هي. هادشي جديد بلاكات جداد هادشي ما قريناش وقيتنا بيان سيغ في الكود ديالنا. ايوا الله يسر الجميع. نزيدكم واحد السؤال اخر باش تزيدوا تصدموا مزيان. شي كاين شي حاجه شي حاجه في المنظومه ما هي هذيكش المنظومه ديال السيستم ديال البيرمي شي حاجه ما هي هذيك. شو السؤال 39 قال لك الا كنتي سايق في لوطوروت وباقي بعيد على باحه الاستراحه ب 15 كيلومتر يلا وزيراتك بيبي حاشاكم قال لك واش نوقف جنب الطريق واخا ممنوع وندير بيبي ندير بيبي نبول في شي قرعه اثناء السياقه. اش هادشي هذا في حوايجي ثلاثه واربعه نصبر حتى الباحه الاستراحه القادمه. واش هادو اسئله الله يهديكم هادو اسئله ثاني صعاب. ودابا نقولوا كاع نقولوا كاع بين الحماقه وبين نجاوبوا على بحال هاد الاسئله هادو. واش كاين فرق ما بين الرجال والنساء في هاد الاشويبه هادو؟ ايه ما يمكنش دابا هاد الاسئله خصهم يحطوا بالرجال للرجال وللنساء كيف يدير. المهم هاد الشيء شي حاجه اللي اسئله ما يمكنش. كاين شي اسئله اخرين ديال على الخمر. واش الا كنتي شارب الخمر واش هذا واش هاد الاسئله نتاع البيرمي واش كيجي واحد جار والخبر تيسوق هاد حاجه هاد ما بقيت الصراحه ما بقيتش فاهم مزيان شنو هاد الشيء. خصهم يعاودوا هاد المنظومه هادشي ما خدامش على حسب ما فهمت شي وحدين قال لك ان الشركه اللي حاطه الاسئله فرنسيه والاجوبه المهم والتنظيم ولا ما عرفت كيفاش ديال البيرمي مغربي يعني هذاك الشيء ما هو هذاك. خصهم يعاودوا يزكيو دوك الامور مزيان. ما عنديش الفكره اللي فاهم مزيان اش واقع يكتب لنا يشرح لنا اش واقع. وكما تشوفوا هادو احصائيات النجاح قال لك ها هي 25 في شهر 3 2024 مراكش نجحوا 3 الحوز نجح واحد اكادير جوج طنجة جوج كازا قد قلت الخلا نجحوا خمسة اللي نجحوا ميمكنش بين غير والو سطات واحد جديده وتين غير والو اسفي واحد بالرشيد والو القلعه واحده الرباط حتى هي كامله جوج اللي نجحوا العيون واحد قنيطره محمديه صويره افران ورزازات زيرو والو والو بني ملال واحد مكناس واحد فاس واحد خوري بقى والو تا والو ما عطاش هذا الشيء. هذا مهم بيان سيغ هذا الشيء ما خدامش. هذوك فلوس تيتحطوا باش ان بنادم يتعلم
جي شويه الفهم، ما تكونش تاني الفهمات بزايد، هاد الشيء ما خدامش. المهم انا ما فهمتش هاد الشيء اش واقع، ولكن لا اله الا الله. واحد البلان طرا اليوم في الشينو كما قلت لكم، شرحوا لنا شرحوا لنا اش واقع. الاخوان غيهربوا لكم كيف ما هربوا في الشينوا. بقيت سنة بتلقيه السحوب، صارت الاستسقاء، تلقاه السحب باش يلقحوا السلاح، تيديروها في الامارات، تيديروها في دول اخرين، انهم تلقحوا السحاب باش انه يولي فيه الشتاء، الا كان الشتاء قليله خاصه ما تيكونش الشتاء، وكيحاولوا انه يديروا شي حاجه باش تصب الشتاء. البلان وما فيه هو انه فوهان، المدينه اللي عايش فيها هنايا في الشينوا، فوهان كان الماراثون اليوم والبارح كانت الشتاء فوهان، واليوم كان من المرتقب انه تكون الشتاء. اشنو داروا الاخوان؟ ما تقولش بغي يحبسوا الشتاء. هادشي قالتو لي خويا خويا تعمل زين تيان قام على تعمل قام على صون باش هو ما يوسيا. جوج 3,400,000 شحال هي ديالنا؟ ما عرفتش. ها هي 3 المليون. اش من 3 المليون هادي؟ ها 340 مليون. لا اش من 340 مليون؟ هاي والله الا 340 مليون. 340 مليون تدرهم، ما يمكنش هادشي. هاكتي هذا واحد هذا مونطون كبير بزاف. واو واو واو، هاي 40 مليون، 340 مليون ديال الدرهم. وان هو انه خلصوا تقريبا 340 مليون، رانا حسبتها 340 مليون سنتيم ديالنا باش انه سنتيم ولا درهم؟ وزكي معنا 340 مليون سنتيم ممكن، ما 340 مليون الدرهم ما بزاف. هاي غلط دابا في ديك الكتبه اللي كتب درهم، لا وتكون سنتيم. 340 مليون ديالنا. ها هادوك السحب اللي كانوا غادي يخليو الشتا تصب في وهان في الوقيته ديال الماراثون، يكحزوهم للجناب ديال وهان باش ما تصبش في البلاصه فين غادي يدوز الماراثون. وهذا بلان بروج ولا فاش قالتوا لي اخويا خويا ما تيقشهاش، حتى صيفطات لي الدليل راه غادي نوري لكم. والهرب عليك والله حتى الهرب على حماق هذا. وقفوا وقفوا الشتا باش ما تصبش. الشين واحد والله الا مفوتين. زين هاد اللقطه هادي تاع الشتا وقفوها باش ما تصبش. لا اله الا الله. Water you need to have حلف الناتو هادو قال لك استعدوا لوقت الحرب، جهزوا مخزن المياه والبطاريات والمصابيح اليدويه والراديو للنجاة خلال الساعات 36 الاولى. مقطع من تداول الادميرال روب باور، عضو مجلس الناتو، يطالب المدنيين بالاستعداد للحرب وإعادة هيكلة حياتهم للتأقلم مع الوضع العالمي. اش من حرب هذه؟ الشريف علاش تيهضر هذا؟ عليكم جهاز المياه Radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be hunky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with Russia and the. تقول نيت مالو؟ هذا حلف الناتو واقف مع فرنسا. يس سير. ضد مع فرنسا ومع تاع اوكرانيا ضد روسيا. Terror groups, if it comes to it, if they attack us, we're not seeking any conflict. But if they attack us, we have to be ready. ايوا لا اله الا الله، حفظوا التيما بينا لا حرب لا والو صراحه، حيت الحرب هادي تاثر على كل شيء. حنا ما كاينين ما عندنا حتى علاقه بالحرب ديالهم، ولكن الحرب هادي تاثر على كل شيء، على العالم كامل وعلى طريقه الحياه العالم كامل وبزاف د الحوايج. لا اله الا الله، الله يحفظنا ما بينا حرب، ان شاء الله يدوز كل شيء بسلام ويكون خير ان شاء الله. نيكست. سولي لقد استمتعنا بمشاهدتك خلال
انا سيت قال لك القفطان المغربي والعالميه، هذا سويل سويلي ولا سويل بي ولا داكشي ماكفيل. قال لك تصاميم اللباس المغربي لا يمكن ايجادها في اللباس الامريكي، الله المهم هادشي في أرض، الامريكان. شكرا على ما قدمته. واش هاديك مغربيه زعما؟ هادي في واشنطن، وبعد لابسه داكشي مغربي. عزميلاتي، قفطان أريد أن أسألك، كيف شد انتباهك واهتمامك كان واش هادي امريكانيه ولا الزي مغربيه؟ المغربي، وما هي ردود أفعال أصدقائك الأمريكيين؟ هل يرونه غريبا أم يريدون تجربته؟ كلمينا عن ذلك. Well, first off, thank you for having me. أولاً شكراً على دعوتي. من خلال تجربتي وجدت الدعم من أصدقائي الأمريكيين، يعتقدون أن هذه التصاميم رائعة ولا يمكن إيجادها في الملبس الأمريكي، وهناك الكثير من التفاصيل والتطريز، وهذا ما يجعل القفطان مميزاً. جدتي كانت مغربية تكاد هذه رايه الدور في البلاط، اتتني قفطانها لكي البسه في حفل زفافي. وكم عمر هذا القفطان؟ It's probably about 20 or more. هو عمره حوالي 20 سنة. هذا قلت لي هذا القفطان شويه في شكل ماشي بحال القفطان الدابة، قول لي القفطان اللي لابسه قديم ولكن باقي تيبان ناضي، باقي تيبان غزال. نيكست يا خويا، قال لك المظاهرات راهي دايره حاله عندهم اخويا. ها راه جزائري عاد تاني كرغولي تاني قال لك باغي يطلع على المغاربه في طارين رمضان. كيفاش هاد في طارين رمضان؟ تكون هذا زي فطر انت راه الا كان شي واحد بالتخبيه وبينه وبين اللي خلقو عادي يضبط عليه شي حاجه، عادي يضبط عليه. وما بالعالم غلط فيها الحبس عندنا في المغرب. قال لك باغي يطلع على المغاربه في طريق رمضان، درنا ليه كونتر خطه. غنشوف هادشي امان دايره حاله في واحده البلاد اسيدي، وتحش المظاهرات اسيدي. ها خبرونا تحش، ها طلق علينا نشوفوا اسيدي شتا هي ديال الحيه. ها خويا رجع 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 يا هذه ما تكون غير خدايمك هاوك رمضان. دينا زيد ورينا واقيلا راهم غالطين. طلع قال لك الراجل ده جماعه واحد من كوكب لالا دماغه تعباه، بيطلع كده ساعات على بيعمل فيديوهات ما يعلم بيها الا ربنا. طلع قال كلام فيما معناه انه المغاربه بيفطروا في رمضان، يعني وبيعملوا مظاهرات بيفطروا في رمضان، يعني هم عاملين مظاهرات عشان يفطروا في رمضان. راحت طالعه قناه جزائريه هي اللي الاخ المصري ماجدي الفرعون المغربي عزيز علي الله يعطيه الصحه رد عليه، اديته واحده في الجبهه. ايوه انا شفت المغاربه بيفطروا في نهار رمضان. طب عندك دليل على اللي انت بتقوله ده؟ لا ما عنديش دليل، بس انا عبيط كده بتكلم وخلاص. الله لازم تحرجونا يعني. شخص في ساحه زيتونه بقلب مدينه زوزو وقاموا بالافطار جماعيا على ما في تسير تفطروا سندويشات المياه المعدنيه ما راه بيان سور لا دي لا من لا راه غاديين ما كاين اللي يحبسهم المشروبات الغازيه وحتى الكحولية أمام دهشة واستغراب أنظار سكان مدينة تيزي وسو. يا في النار هذا الفعل الشنيع يعد الأول من نوعه والذي تشهده المنطقة والوطن عموما، كان تحت شعار نعم للتسامح واحترام حرية الغير. انت فين بقى دلوقتي يا كتكوت؟ اش من تسامح واش من احترام حرية الغير؟ الله يهديكم. طلع قال لك تظاهرات في المغرب ومظاهرات في المغرب وطالعين بيشربوا وبيفطروا في رمضان. القناة الجزائرية زعت الخبر وقالت ان في كوكب لالا واقفين كلهم بيفطروا وعايزين يعملوا حاجة اسمها حرية التعبير عن الرأي، يعني احنا نفطر زي ما احنا عايزين يعني ما حدش ليه دعوة. طبعا دي فضيحة مدوية. ايه ده والخبر اتذاع ولا ايه ده؟ انا كنت بحاول اتوه عشان ما حدش ياخد باله. واش نقولوا؟ نكملوا. في قناة جزائرية عاود تاني مذيع يقول في المباشر على موريتانيا الخبز ما يشبع، الخبز ما يشبعوش. ما تقول ليش على موريتانيا؟ لا مع موريتانيا ممكن اسمعني، ممكن خبز ما يشبعش، ممكن خبز ما يشبعش، ممكن خبز ما يشبعش، ممكن فيه لاعبين ما نقولوش سافل. الله يلا سافل بالله. ماشي هذا الهزه ما فهمش. الله يلا مراد ما عرفش يحصل.